مساء الخير، كيف الحال؟ بجوز بدي اقرب على الدكتور محمد ابو الغد، لعب لكم هو موسيقى وروقكم هيك شوي. بدنا نرجع نحكي، احنا بدنا نرجعكم لواقع للاسف اليم شوي بمجتمعنا. ممكن كان بالتسعينات امر مسكوت عنه، ما كانش حدا يحكي بالموضوع، بس هلا تغيرت كثير الدنيا. فانا جاي احكي لكم عن تجربتي كشخص، بس رح يكون الحكي اكبر كتجربتي مع مجموعه من الشباب والصبايا اشتغلنا على هذا الموضوع باخر التسعينات. ولانه اشتغلنا على هذا الموضوع باخر التسعينات، اليوم انا موجوده قدامكم. ممكن لو ما انحكى بهذا الموضوع ممكن انتم ما بتعرفوش عنه، ولكن هذا موضوع كثير مهم، موضوع بهمنا كلنا بالمدينه، بالاردن كلها، حتى مش بس المدينه، انه توفير حمايه للمراه وتقويه المراه. ممكن انا يعني في شغله طلعت لي هلا وانا عم بفكر، انه هلا جاي انتخابات نيابيه، فانا بدي منكم كلكم بعد ما هلا تسمعوا البرزنتيشن، كلكم بدي اياكم تضغطوا على نوابكم انه يصوتوا دائما ويشتغلوا لقوانين تنصف المراه الاردنيه، لانه للاسف لسه عندنا قوانين كثيره مش منصفه للمراه. فهاي فرصه هلا بوجود، هلا الفرصه موجوده، صار لنا حكي اكثر، صار لنا عين قويه، صرنا نعرف انه احنا لما بدنا إشي نحكي فيه بنقدر نحكي فيه. وهلا رح اقول لكم انه احنا هذا كسرناه من زمان، اللي هلا عم نشوفه احنا عملناه باخر التسعينات. بعرفش قديش في منكم ناس بتذكر اللي رح احكي لكم عنه. اوكي، اول إشي بدي احكيه، لانه كثير ناس عندها تحسس انه ليش دائما بيحكوا على الاردن وجريمه الشرف، ما يسمى بجريمه الشرف مرتبطه بالاردن. السبب انه احنا الاردن من اول الدول العربيه اللي حاربت هذا الموضوع واللي حكت بهذا الموضوع. انا بديت بال94 صحفيه، اشتغلت بجريده جوردن تايمز اللي هي الجريده الوحيده الناطقه باللغه الانجليزيه بالاردن. كنت ادرس بامريكا، فلما رجعت عينوني محرره الجرائم، بعرفش ليش، وطولي هو ما بعرف، قرروا انه انت، فانا بالنسبه لي طبعا ممتاز، ما عندي مشكله. كنت طبعا جاي متحمسه، بدي اشتغل إشي لصالح المراه، بس مش عارفه شو هو. وقلت انه انا رح اجي وين ما شغلوني، رح ابدا وبعدين انا بشق طريقي وبشوف انا بعدين وين بدي اروح. بس انا قبل ما ابدا اشق طريقي، هي لحالها اجت لعندي الشغله، وتعرضت ل يعني قصه بعد 6-7 اشهر من شغلي، كانت قصه كثير محزنه، ما بدي احزنكم فيها، بس هي القصه اللي خلتني اشتغل كل الشغل اللي اشتغلته من اول ما بديت لهلا، وراح استمر، ما تفكروا مش راح اوقف. يعني انا بالنسبه لي بالنسبه لي وبالنسبه لكم، وهذا اللي بحسه الصح، احنا كلنا موجودين بالمجتمع، الاشي الغلط لازم نوقف ونحكي انه غلط. هذا واجبنا كبني ادمين، وواجبنا الديني كمان، الدين بقول لك دائما وقف ضد اي اشي غلط. فانا من منطلق هدول الشغلتين انا اشتغلت كل الشغل اللي اشتغلته. فالجرائم هاي موجوده بكل المجتمعات، موجوده مصدرها مش اليوم، مش احنا والله هلا صحينا وسمعنا بهاي الجرائم، هاي الجرائم موجوده منذ العصور الوسطى القديمه عفوا، ولحتى العصور الوسطى وللآن. فما حدا يفكر انه هي بس للاردن. حتى بعدين العنف ضد المراه برضه موجود. بحسب ارقام الامم المتحده، واحده من كل 3 نساء بالعالم ستتعرض لنوع من انواع العنف بحياتها. قبل 15 سنه كان واحده من كل 4، يعني الرقم بازدياد، طبعا بازدياد لاسباب كثيره، منها ازدياد عدد السكان. احنا عندنا بالاردن صار في تحسن مثلا في تسجيل الحالات، الستات صاروا يعرفوا انه في بيقدروا يروحوا محلات، عندنا مأوى، عندنا خطوط ساخنه، اكيد بتعرفوا كلكم. بطل الموضوع زي قبل انه الوحده بتسكت وبتخاف تروح على مركز الشرطه، فصار في زياده بالرقم. طبعا هذا مش بس بالاردن، بكل العالم، بس انا عم بحكي لكم هون بالاردن وبعمان بالتحديد، لانه بعمان اكثر المراكز الايواء والمساعده موجوده بعمان. شغلة تانية، طبعا حسب أرقام الأمم المتحدة تقتل بالعالم، طبعا هذه أرقام عام 2000، تقتل بالعالم 5000 امرأة كل سنة بداعي الشرف. طبعا زمان كانوا يحكوا النشطاء والنشطات إنه هذا الرقم قليل، يعني الرقم أعلى، فتخيلوا إحنا هلأ 2012، ما فيش هلأ دراسات عالمية، ولكن هذا رقم يعني مخيف. أعطيكم شوية أرقام بس هيك على السريع. طبعاً أنتوا رح تشوفوا فيش تساوي بالأرقام، مثلاً باليمن وسوريا عندكم 200 و300، وباكستان 1700، بالأردن 20، أفغانستان 400. طبعاً هذا التفاوت بالأرقام هو عشان حسب عدد السكان، كل ما زاد عدد السكان
كل ما زادت الجريمة، مش إنه والله سوريا مأساة أكثر منا لأنه هم عندهم هيك. بس حبيت أحط هاي البلدان عشان تعرفوا إنه هاي البلدان اللي محطوطة اللي شايفينها هي أكثر بلدان اشتغلت على هذا الموضوع خلال 10 أو 15 سنة، فعشان هيك بتشوفوا هاي الأرقام موجودة متوفرة. بدي أدخلكم هلأ. طبعا أنا لما بدأت أشتغل بالجوردن تايمز وأكتب، طبعا بعد ما صارت معي هاي القصة بهذاك الوقت ما كانش حدا يحكي بهذا الموضوع نهائيا، كان زي تابو يعني من المحرمات. فقررت أنا إنه أنا بدي أكتب كل قصة بسمعها، لأنه بهذيك الفترة يعني إذا الجرائد العربية كانت تكتب مقتل فتاة عيات شقيقها والشرطة تحقق، هذا هو كل اللي كنا نعرفه، أو ما يكتبوش بالمرة. بعدين المحاكم طبعا كانت تعطي 3 أشهر و6 أشهر للي بقتل أخته، هذا الحكي. تذكروا الرقم، رح نحكي لكم هلأ إشي كتير منيح صار بعد كل الفعاليات. فقررت أنا إنه أنا بدي أكتب أو أوثق كل هاي الحالات، بدي أوثق إنه في واحدة كانت عايشة على هاي الأرض وحدا سلبها حياتها، لأنه جد ما كانش حدا يكتب. وبكتب بكتب بكتب، قلت بدي أضلني أكتب، لأنه جوردن تايمز طبعا جوردن تايمز ورؤساء التحرير كانوا داعميني كتير. طبعا أمي وأخوي وعماء وعائلتي كلها من الناس الداعمين، وهذا كتير مهم إنه يكون في دعم بحياتكم كمان بيساعد. فقلت بدي أغطي كل حالة بسمع فيها. طبعا بديت أغطي جوردن تايمز، تعرفوا بالإنجليزي تقرأ من صناع القرار، البعثات الدبلوماسية، الحكومة، العائلة المالكة. فقلت أنا بدي أضلني أنق على هدول اللي بيقرأوا حتى يصير إشي. فأول إشي صار إنه بدوا يكتبوا الرسائل للمحرر إنه لازم يصير إشي ولازم تحموا المرأة. يعني الناس انصدمت إنه في عنا هيك جرائم بالتفصيل، كنت كل القصة كيف ما أعرف تفصيلاتها أحطها. وكمان اللي صدمهم أكتر طبعاً إنه كانوا ياخدوا اللي بيقتلوا 3 أشهر و6 أشهر، فهاي كانت يعني شغلة كتير كبيرة. هلأ بال... مش مشكلة، ما بعرف ليش هيك صار. طيب خلينا في اشياء مأيومة فانا رح احكي لكم اياها. بال98 تم ترشيحي لجائزة اسمها ريبوك هيومن رايتس اوورد. هاي الجائزة تعطى لناشطين وناشطات بالعالم 4 بالسنة لشغلهم بحقوق الانسان، مش شرط يكونوا صحافة او شيء. ربحت هاي الجائزة طبعا. لما رحت ربحتها اكتشفت انه انا مش بس صحفية، انا كمان طلعت ناشطة بحقوق الانسان. فصار ال فصار الضغط كتير كبير يعني علي، وصارت مسؤولية زادت. هلأ طبعاً في بعض المحطات الأجنبية عملت دوكيومنتريز عن الموضوع، فلما رجعت على الأردن إجوا لي مجموعة من الشباب والصبايا، عم نحكي هذا بآخر التسعين صرنا هلأ، قالوا لي اقترحوا أنه نعمل إشي للمجتمع تبعنا. أنا عم بدي أحكي لكم هذا تجربة كتير كتير مهمة عشان تحسوا أنه فعلاً شخص ومجموعة بيقدروا يعملوا تغيير. قالوا لي خلينا نعمل إشي لصالح مجتمعنا. فصرنا نجتمع أسبوعياً، كنا بدينا استعملنا الإنترنت كان جديد، بعتنا كلنا لبعض إيميلات لكل أصحابنا وكل هذا. بدينا 30، صفينا بالآخر على 11، 7 صبايا و4 شباب. كنا نجتمع تقريباً كل أسبوع أسبوعين ثلاثة نقرر شو بدنا نعمل. بالآخر قررنا إنه بدنا نلم توقيع من الناس، عم بحكي بآخر التسعينات، أنتوا عارفين بهديك الفترة كانت الناس كلها تخاف توقع على عريضة. فلمينا قررنا أنه نلم توقيع وحضرنا بروشورات كان عليها على شقة اسم البنات اللي انقتلوا، الضحايا أعمارهم والسنة اللي انقتلوا فيها، وعلى الشقة الأخرى كان معلومات عن الجريمة يعني عن القوانين وغيرها. وبنفس الوقت الحكومة تقدمت بمشروع للبرلمان أنه يلغوا بعض المواد اللي بتخفف تعطي أعذار. طبعاً إحنا رحنا توجهنا بكل المملكة، كنا نحكي مع الناس، أقنعنا طبعاً في ناس من قد ما هي مقهورة ما صدقت تتوقع، كتير أقنعنا ناس، هذا كان كتير إشي مهم. رحنا إحنا من وقتنا ما كناش مدعومين من حدا، كنا إحنا ناس عنا إيمان إنه إحنا بدنا نعمل تغيير بمجتمعنا. طبعاً الصحافة غطتنا، كان في ناس يتهجموا علينا إحنا عملاء وناس يقولوا بالعكس أنتوا عم بتسووا إشي كتير منيح. بالحركة النسائية بهذيك الفترة كمان كانت عم تشتغل كتير، وكان في رحنا مسيرة للبرلمان مع يعني أميرين ساعدونا وطلعوا معنا. فكانت هذيك الفترة كتير كتير مهمة. انكسر حاجز الصمت، صار كل الجرائد هلأ بتعرفوا كلكم الكل. لو أسألكم في حدا ما بيعرف إشي عن جرائم الشرف بالأردن؟ ما في حدا، كلكم تعرفوا. قبل 15 سنة ممكن كان يجي الكل يقول لي في إحنا عنا إشي هيك، والله ما بنعرف، والله هيك في ناس منحكموه. فانكسر حاجز الصمت، كسرنا حاجز اللي هو ممكن هاي من أول المسيرات اللي بتصير بالأردن، شارك فيها قدروها ب5000 ناس قالوا أقل. وهم من هيك إنه الناس وقعت على عريضة، كان أول مرة منحس إنه فعلاً إحنا عم نوقع على إشي
ومنحاول يعني نعطي صوتنا، بدنا نعطي صوت. طبعا مجلس النواب ما رد، ولكن كان المهم كتير، كان كتير ناس يقولوا لي انت ما نجحتي، ما نجحتوا، لانه مجلس النواب رد القوانين. بس انا بالنسبه لي نجحنا، راح اقول لكم ليش. اول شيء صار في حوار، صار طلاب وطالبات المدارس خلال العشر سنوات الماضيه بضلهم يجوا لي، بدنا معلومات، بدنا نعمل اخر السنه مشروعنا التخرج عن هذا الموضوع، بدنا نعمل مسرحيه، بدنا نعمل شغله كتير مهمه. اهم شيء طبعا الطلاب، انتم عارفين طلاب وطالبات هم الاساس، حتى اعمال دراما والتلفزيون. اهم شيء كمان انه زاد رفض الناس لهذا النوع من الجرائم، وهي شغله كتير مهمه، صار في وعي اكثر. مثلا كاريكاتير هذا ابو محجوب بهذيك الفتره كمان نشط، عمل له اكم من كاريكاتير عن هذا الموضوع. طبعا الحكومه عملت كتير اقتراحات لتعديل قوانين، واهم من شيء انه احنا دفعنا الحكومة إنه تعترف فيه، مش إنه فيه مشكلة. ولما الحكومة اعترفت إنه فيه مشكلة، معناته عليها واجب إنه هي تحمي مواطنيها ومواطناتها. تم افتتاح مأوى لمساعدة النساء، فصار عندنا ازدياد بوعي القضاء، وصار هلأ الحكم صار في هيئة خاصة بمحكمة الجنايات، أي حدا بقتل أخته بداء أو قريبته بداع الشرف، أقل إشي أكتر أقل إشي 10 سنوات، وأكتر شيء مؤبد. مذكرين من 3 أشهر. وصارت تعامل الست كأنه هي ضحية، يعني إحنا طبعاً ياريت ما تنقتل، بس إذا انقتلت على اللي بطلت زمان كانت أي واحدة بس بتنقتل، صفت إنسانة إلها كيان، بتم التحقيق بطريقة جدية والقاتل يعاقب، وهذا شيء كتير مهم. ممكن هذا آخر إشي بدي أحكي لكم إياه، خلص وقتي. إنه أنا بالنسبة إلي وين ما أروح، أنا بحاضر صار لي 18 سنة، ممكن هاي السلايد مش محتاجيتها، يعني ممكن أقعد أحكي معكم 30-40 دقيقة بكل إشي لسه مطول. بس الإشي المهم اللي بدي أحكي لكم إياه، إنه كل حدا فيكم لازم يؤمن إنكم تقدروا تعملوا تغيير، كنتوا شخص ولا مجموعة. إحنا بدينا شخص ومجموعة، وشوفوا وين صرنا. وشكراً لكم.